السلام عليكم، حياكم الله في القناة. باعتبار أن هذا أول فيديو لي، حبيت أني أشارككم رحلتي في الفضاء من خلال تصوير مجرتين من ملايين المجرات الموجودة في هذا الكون العظيم. وطبعا بيكون التصوير باستخدام المعدات الفلكية اللي عندي. المجرتين اللي اليوم بصورهم هم مسير 65 و66، واللي يتواجدون في كوكبة الأسد. وإذا ضفنا عليهم مجرة الـ NGC 6328 المعروفة باسم مجرات الهامبرجر، يكونون الليو تريبلت، وهو جرم أو مجموعة أجرام معروفة لمصوري الفلك. المجرتين هذا اللي يبعدون حوالي 30 مليون سنة ضوئية تقديريا، وفي تناقض كبير بينهم باعتبار أن مسير 65 غالبية النجوم فيها قديمة وما فيها أي علامات تدل على أن في نجوم جديدة تنولد، بعكس مجرة ميم أو مسير 66 اللي فيها تكونات نجمية كبيرة. وباعتبارنا المجرتين بيشرقون بعد الساعة 12 في الليل، فبستغل الوقت مبدئيا الحين في تصوير فريمات الداركس الفلاتس والدارك فلاتس. فتعالوا خلينا نشوف كيف المعدات تتحرك مع نفسها عن طريق التحكم عن بعد، لأن المرصد شغال كله عن بعد، ونشوف نتائج التصوير بعد ما نخلص باستخدام فلاتر الريد جرين بلو والهيدروجين. فراح إن شاء الله ببدأ التصوير بفلتر الأحمر، وبعدها فلتر الأخضر، وفلتر الأزرق، وفلتر الهيدروجين اللي هو فلتر خاص يدخل فقط نطاق الهيدروجين. فحياكم الله وخلينا نشوف.